فريق فرسان فريق التحدي فرسان يقدم التحدي يقدم 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 فقه الرحمن فقه الرحمن فقه الرحمن إعداد وتقديم إعداد وتقديم إعداد وتقديم أسماء محمد أسماء محمد أسماء محمد هندسة الصوتية والمونتاج يوسف محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة احنا هنبدأ مع بعض سلسلة فقه الرحمن، وإن شاء الله دي هتكون فقرة أسبوعية بإذن الله. أتمنى وأرجو إنها تنال إعجابكم إن شاء الله. بإذن الله كل أسبوع هنتكلم في موضوع معين يفيدنا في حياتنا العملية والتقرب من الله سبحانه وتعالى. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن سورة البقرة وعظمتها وفوائدها، لمن يعاني من السحر، لمن يعاني من الحسد، لمن يعاني من المس والجن والشيطان، لمن يعاني من ضيق الصدر، لمن يعاني من قلة الرزق، لمن يعاني من أي سوء. بين أيدينا حل ليس بعده حل آخر، لأنه أفضل وأعظم حل هو سورة البقرة. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة، فأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءة سورة البقرة ونصحنا إياها، فيقول في الحديث الشريف الذي ذكرناه: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة. أخذها بركة يعني الاستعانة بها بعد الله سبحانه وتعالى بركة، بركة في الرزق، بركة في الصحة، بركة في التحصين، بركة في الحفظ، بركة في كل ده. وطبعا يا جماعة الرزق مش لازم فلوس، الرزق حاجات كتير، يعني الرزق فلوس، زواج، توفيق في كل الأمور، تيسير، كل ده رزق، ربنا يرزقنا الرزق. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الشريف: عليكم بسورة البقرة فأن أخذها بركة وتركها حسرة. إيه هي الحسرة؟ الحسرة اللي هي الندامة. ندامة على إيه؟ ندامة على إن إحنا ما نستغلش سورة البقرة في الحصول على الرزق أو على التحصين أو على أي شيء بنتمناه، ساعتها يبقى الحسرة. ساعتها احنا لو سيبنا سورة البقرة وما استغلناش فوائدها فاحنا هنتحسر وهنندم على فوائدها. ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم مين؟ البطلة اللي هم السحرة والدجالين، ربنا يحمينا منهم يا رب ويبعدهم عن طريقنا يا رب. ولا تستطيعها البطلة مقصود بيها ان انا لو انا التزمت على قراءة سورة البقرة فما فيش اي حاجة هتمسني، لا سحر ولا عين ولا حسد. ليه؟ لان انا محصنة، انا محصنة ببركة سورة البقرة وبالاستعانة بالله عز وجل. ده مقصود ب ولا تستطيعها البطلة. طيب انا هقول لكم على قصة ان كان في زوج بيحكي ان زوجته دايما تعبانة وهي مش عارفين ايه سبب تعبها، فجابوا لها شيخة قرأت عليها رقية شرعية. فظنت الشيخة ان هي يعني عندها سحر، فبدأت الزوجة تقرأ كل يوم الرقية الشرعية. فنصح احد الشيوخ ان هي تلتزم على قراءة سورة البقرة. فالزوج بيحكي ان هي جات في يوم قامت الليل بسورة البقرة، قامت الليل في التلت الاخير بسورة البقرة. طبعا ده افضل واعظم وقت لطلب الحاجة من ربنا والاستعانة بالله والدعاء والصلاة، ده افضل وقت. طبعا كل الاوقات فضلات، كل الاوقات كويسة، بس ده افضل وقت. فطبعا هي صلت وقامت بسورة البقرة. وبعد كده الزوج بيقول أعزكم الله بعد ما خلصت الصلاة إن هي رجعت مادة خضراء. طبعا دي حاجة غريبة. فبعد ما رجعت المادة الخضراء فشفاها الله سبحانه وتعالى. شوفيت الحمد لله بإذن الله تعالى.
ده بفضل سورة البقرة، ان هي بس قامت بيها الليل، قامت بيها الليل بتضرع وبتدبر وبيقين لله سبحانه وتعالى. فيا جماعة والله وعن تجربة شخصية، فعلا سورة البقرة من أفضل السور، فعلا هي من أفضل السور، وفعلا هي بتقي من حاجات كتير وبتزيل الهم وبتوسع الرزق. ويعني الواحد لما بيكون واقع في ضيقة زي ما بيقولوا كده، ربنا سبحانه وتعالى لما الواحد بيستعين بيه وبيتقرب ليه بالذكر، وإذا الواحد داوم على سورة البقرة والحاجات اللي بتخلينا نحصن نفسنا من أي حد من أي سوء، فربنا بيرشد الإنسان يعمل إيه في مشكلة معينة أو في هم معين، ربنا يفرج همنا جميعا إن شاء الله. فأنا بتمنى يا جماعة أن ياريت يعني كلنا نحاول أن احنا نجرب نقرأ سورة البقرة. طبعا يعني تفتكر انت لو حبيت تقرأ سورة البقرة ان الشيطان هيسيبك كده عادي وتمام؟ لا خالص، بالعكس، ده الشيطان هيحاول يقولك لا السورة طويلة، يعني انت ما عندكش وقت اصلا انت تخلص السورة، انت هتقرأ كل ده ازاي، حاجات كده، علشان الشيطان بيحب الانسان دايما تعيس، بيحب الانسان دايما مهموم، ما بيحبش الانسان سعيد، ما بيحبش الانسان يحس ان هو بيحل مشاكله. فطبعا احنا ما ينفعش ان احنا نسمع للشيطان خالص، ولازم ان احنا نستعين بالله عز وجل ونقرأ سورة البقرة، وعشان احنا ما نحسش باحساس ان الشيطان يوسوس لنا ان السورة طويلة والكلام ده كله. لما نيجي نقرأ السورة احنا عارفين ان هي طبعا 286 آية، فانا مثلا ما وصلش للآية 200 وقول ايه ده فاضل 86 واقعد اقرأ وانا شغلة بالي بهي كم آية وفضل لها قد ايه عشان تخلص، لا. الافضل يا جماعة مش شرط في سورة البقرة، في اي سورة، لو الانسان بيحافظ مثلا على ورد في اليوم بيقرأ ربع جزء حزب، الواحد ما يقعدش يقول فاضل قد ايه على الجزء فاضل قد ايه على الحزب والواحد يحسب بالآية وبالربع، لا، الواحد يقرأ ويتعمق في كل آية بيقرأها ويتدبرها ويعمل بيها، هيلاقي نفسه بيحب القرآن جدا، بيحب يقرأ جدا، ومش هيسمع لأي حاجة بتقوله السورة طويلة أو الربع طويل أو أيا كان. فأنا بتمنى أن انت يعني تكونوا طلعتوا من النصيحة دي بأن انتوا تجربوا أن انتوا تقرأوا سورة البقرة، وأتمنى إن شاء الله أن انتوا المرة الجاية يعني لو حد جرب أن هو يقرأها حتى ولو كل 3 أيام، يعني لو مثلا تيجوا المرة حد يعني قرأها يجي المرة الجاية يقول هو حس بإيه أو ايه التغيير اللي طرأ عليه او انتابه ايه لما قرأ سورة البقرة اكتر من مرة. وربنا يرزقنا فضل سورة البقرة ويثبتنا على طاعته ويعيننا على طاعته ويعيننا على الجهاد في سبيله. وبتمنى لكم كل خير، وبتمنى لكم دايما اوقات سعيدة في كل خير، وبتمنى لكم التوفيق والسداد، واتمنى ان ما كنش طولت عليكم واكون وصلت لكم المعلومه بطريقه مبسطه تقدروا ان انتم تحبوها وتستوعبوها، وباذن الله نلتقي في لقاءات قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.